إذا مرحبا بكل متتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال المباشر. حنا نتواجد الآن في مطار المنارة الدولي. كما بطبيعة الحال هو معلوم بأنه بعثة المنتخب ديال المنتخب الجزائري اللي غادي تحل بعد قليل هنا في أو أنها تنتقل بعد الوصول ديالها إلى المطار المنارة الدولي باش أنها تنتقل أحد الفنادق المصنفة بالحي الشتوي في انتظار ان المقابله الهامه والقويه اللي غادي تجمعهم بين المنتخب الجزائري ومنتخب بوركينا فاسو بالملعب الكبير لمدينه مراكش في اطار التصفيات المؤهله الى كاس العالم بقطر. كما هو معلوم وحسب ما يعني وحسب ما تداولت وسائل الاعلام يعني الوطني والدولي بانه المنتخب الجزائر هذه يخوض ثلاثه ديال المقابلات هنا بالمغرب يعني ضد جيبوتي وكذلك بوركينا فاسو بالاضافه للمنتخب اللي مكون اللي تكون يعني المجموعه المؤهله لكاس العالم بقطر. وتنشوفوا بانه استعدادات جاريه احتفاء يعني الاستقبال متميز واستقبال منقطع النظير كما تشاهدوا يعني تعزيزات أمنية كبيرة لبعثة المنتخب الجزائري هنا بمدينة مراكش يعني ولاية أمن مراكش يعني جندت العناصر الكافية كما تشوفوا يعني باش أنه يتم تأمين يعني البعثة ديال المنتخب الجزائري اللي حل في مدينة مراكش باش انه يعني يدير التربص اليوم بالملعب الكبير بمدينه مراكش في انتظار المقابله المهمه والقويه اللي غادي تجمعوا بوركينا فاسو اللي المنتخب بوركينا فاسو اللي هذه مده تقريبا هو تيجري الاستعدادات ديالو بالملعب الكبير بمراكش كما هو معلوم متتبعينا. اذا يعني تنشوفوا بانه العناصر الامنيه تابعه لولايه امن مراكش يعني تيقوموا بمجهود كبير ومجهود كذلك يعني الاستنفار كبير استيفان امني كبير هنا امام المطار كما تشاهدوا وبالضبط من المدخل يعني الرسمي للرسم يعني الرسمي اللي تستقبل من خلاله الوزراء والبعثات الرسميه كما تشاهدوا معنا في انتظار انه الحافله ديال المنتخب الجزائري انها تخرج من يعني مدخل السفراء كما هو معلوم في انتظار وانطلاق ديالها نحو الفندق اللي غادي تقيم فيه في حين قبل ما انه تنتقل الى الملعب الكبير بمدينه مراكش لاجراء الحصه التدريبيه الاولى بالملعب الكبير وكذلك وقبل المقابله يعني غدا الثلاثاء في اطار التصفيات المؤهله الى قطر كما هو معلوم. يعني السلطات المحلية والولائية هنا بولاية جهة مراكش أسفي وكذلك المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش يعني ذات واحد يعني وفرت يعني كما تشوفوا فرقة خاصة لمواكبة وكذلك لحماية بعثة الجزائر اللي هذه تنتقل إلى أحد الفنادق يعني المرموقه واحد الفنادق المصنفه والفنادق المتميزه بالحي الشتوي من احد الفنادق اللي يعني الجميله هنا في مدينه مراكش. احنا في انتظار ان خروج البعثه ديال المنتخب الجزائر من ممر السفراء. ممر السفراء كما تشاهدوا معنا يعني الجامعة ولا كذلك السلطات خصت الممر الرسمي الممر يعني اللي تستقبلوا فيه رؤساء الدول وتستقبلوا فيه كبار الشخصيات
تم توفيره البعثة الجزائر اللي حلت اليوم بمدينة مراكش بعد ما حطت الطائرة الرسمية ديالهم الرحال بالمطار الدولي للمنارة. يعني الحفاوة حفاوة الترحاب كبيرة خصوها يعني السلطات المحلية وكذلك يعني المغاربة بصفة عامة. يعني خص واحد الحفاوة خاصة لبعثة الجزائر اللي جاية باش انه في اطار التربصات الاستعدادات والتربصات اللي هذه تقوم بها هنايا في مدينة مراكش في اطار التصفية الخاصة المؤهلة لقطر كما هو معلوم. يعني الاستنفار واستنفار امني كبير امام المدخل الرسمي الرئيسي بالمطار في انتظار انه الحافلة يعني تنطلق من بعد ما انه تم استقبال الوفد الرسمي. تنعرفوا يعني المكان الرسمي المخصص للبعثات الرسمية بطبيعة الحال للوزراء للرؤساء للبعثات الرسمية الدبلوماسية. هذا المكان وهذا المكان كما تنقولوا هذا المخرج ديال المكان الرسمي للبعثات الرسمية والوفود الرسمية كما تتابعوا معنا متتبعينا. يعني شكرا للمصالح الأمنية اللي قايمة بمجهود كبير باش انه تم تأمين وتعزيز يعني الوفد الخاص للمنتخب الجزائري اللي في بعض اللحظات غادي ينطلق اي لحظة انه يعني الحافلة الخاصة بالمنتخب الجزائري والبعثة الرسمية الخاصة بالمنتخب الجزائري اللي هذه تخرج في اي لحظة من المدخل الرسمي للمدخل الرئيسي المخصص للوفود الرسمية يعني للرؤساء والوزراء وكذلك جميع الشخصيات البارزة. الان بعثة المنتخب الجزائري اللي هادي تنطلق نحو الفندق الخاص تعزيزات أمنية كبيرة كما تشاهدون معنا متتبعينا تعزيزات أمنية وازنة للبعثة الخاصة للمنتخب الجزائر. إذا هذا هو هذه الحافلة المؤسسات من منتخب الجزائر اللي ترقص نحو الفندق اللي غادي ننزل فيه المنتخب الجزائر كما هو معلوم. الآن بعثة المنتخب الجزائر اللي غادي تمشي نحو الفندق المخصص لها واللي يعني ديال المغاربة المراكشيين اللي قاموا باستقبال الوفد الجزائري. تنشوفوا بأنه الجمهور اللي حضر باش انه يلقي التحية للمنتخب الجزائري. يعني حضور ديال الناس مدينة مراكش باش انهم يلقيو التحية على المنتخب الجزائري وهذه تتبين على الحب اللي بين الشعبين بطبيعة الحال سواء الشعب الجزائري والشعب المغربي. يعني جمهور اللي جا الملعب عفوا المطار المطار باش انه يعني يلقي التحية على المنتخب الجزائري. نشوف بأن تسهيلات الجزائر الإخوان الجزائريين.
لي معنا من خلال هذه المباراه الان. كما سبق بانه المنتخب الجزائري اللي حضر هنا مدينه مراكش من اجل اجراء مقابله برسم التصفيات الى المونديال قطر. ولهذه يجري بطبيعه الحال المنتخب الجزائري ثلاثة ديال المقابلات، ثلاثة ديال المباريات رسمية هنا بمدينة مراكش ربما أو على مستوى الملاعب المخصصة بالمغرب. تحياتي. يعني تنشوف بانه التعزيز اللي وقف عليها ولي امن مدينه مراكش شخصيا باش انه يتم تسهيل جميع الامور على البعثه الجزائر اللي حضرت لهنا لمراكش المغرب لاجل اجراء المقابله الهامه. يعني تنشوف بانه يعني المراكشيين اللي خارجين الشارع انا نلقاو التحيه على المنتخب الجزائري. الجمهور جمهور كبير اللي خرج الان للشارع باش انه يلقي التحيه للمنتخب الجزائري اللي عاد نزل في احد الفنادق المهمه والفنادق المصنفه هنا في مدينه مراكش. لأن هذا هو الفندق. صافي وقف هنا، وقف هنا، وقف هنا. إذا بعثة المنتخب الجزائري اللي وصلت الآن، نزل بعثة الجزائر اللي نزلت الآن وصلت الآن للفندق المخصص لها كما تشاهدوا معنا خلال هذا المباشر. يعني تحت تعزيزات أمنية مكثفة كما تشاهدوا معنا خلال هذا المباشر متتبعينا. يعني يعني المصالح الأمنية تابعة لولاية أمن مراكش اللي قامت بتسهيلات وتسهيلات مهمة كما تشاهدوا معنا باش أنه يعني تأمين الوفد الخاص بالبعثة الجزائرية كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر. صف ها هو دمج يعني تعزيزات امنيه كبيره الان كما تشاهدوا معنا من اجل تامين بعثه الجزائر اللي حلت هنا باحد الفنادق المصنفه والمهمه بطبيعه الحال كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر. يعني تعزيزات امنيه كبيره كما تشاهدوا معنا متتبعينا. عندك اذا هذا هو الفندق اللي نزلت فيه يعني بعثة الجزائر في انتظار انه تجري الحصة التدريبية الاولى لها بالملعب الكبير بمدينة مراكش. تنشوفوا بانه التعزيزات اللي تم تخصيصها يعني التعزيزات الامنية اللي تم تخصيصها من اجل حماية الوفد الخاص للمنتخب الجزائري متتبعي قناة شوف تي في. يعني تنشوفوا بانه من اجل الحرص على السلامه ديال بعثه المنتخب الجزائري اللي حلت مدينه مراكش. وتنشوفوا كذلك الشيء الجميل والشيء الغير يعني اللي مألوف على المغاربه بصفه عامه
وهو انه خروج يعني الجمهور، يعني خروج الناس ديال مدينه مراكش اللي بقاو تيلقاو التحيه على المنتخب الجزائري، ويعني تيرحبوا به من خلال التلويح، يعني تيشيروا الحافله ديال المنتخب الجزائري. وهذا ان دل على شيء، دل على الكرم والجود والعطاء ديال المغاربه بصفه عامه، كيفما كان النوع كيفما كان الامر بطبيعه الحال. وديما بطبيعه الحال الشعار الخالد خوا خوا بين الشعب الجزائري والشعب المغربي بطبيعه الحال، بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. تنشوف بانه دائما يعني الدوله المغربيه وكذلك صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله دائما يتم يعني المسؤولين هنا بصفه عامه، سواء كذلك الجامعه بقياده فوزي القجاع، وكذلك المسؤولين هنا لانه تنشوفوا بانه تمدوا يديهم بالخير يعني لخوتهم الجزائريين. هما الف الف مرحبا بالمنتخب الجزائري هنا في بلد الثاني بلده المغرب بطبيعه الحال. اذا على العموم احنا قلنا لكم من خلال هذه المباشرة لحظات وصول بعثة المنتخب الجزائر إلى مدينة مراكش في إطار التصفيات المؤهلة إلى التصفيات المؤهلة للمونديال بقطر، والذي يجري من خلالها المنتخب الجزائري مقابلة مهمة ورسمية غدا الثلاثاء بالملعب الكبير بمدينة مراكش ضد المنتخب بوركينا فاسو. إذا على العموم يعني شاهدوا من خلال هذه المباشر معنا الحفاوة والاستقبال، كذلك التعزيزات الأمنية باش أنه يتم حماية الوفد الخاص للمنتخب الجزائري، واللي ينزل الآن في أحد الفنادق المهمة والمصنفة مدينة مراكش في انتظار الحصص التدريبية الأولى اللي غادي يجريها المنتخب الجزائري اليوم على الساعة يعني الثامنة على ما أظن، الحصة التدريبية الأولى بالملعب الكبير بمدينة مراكش اللي